وينهم اللي كانوا رح يجوا يهجموا علي؟ ما أجا أي حدا. معناها فهموا إنه في خاين بيناتهم. شو يعني رفيق راح وقال لهم؟ رفيق حابب يموت شي؟ ليش ليكون حابب؟ معناتها ليش ليحكي؟ هدول هلأ بيكونوا فهموا إنه سليم عم يتعامل معنا. ما بيفهموها، لأنه أنا قدمت أتش كطعم. كيف؟ ما حدا قوص على أتش، تقوص على سليم. وليش أنا ما عندي علم؟ ليش ما عم تشاركني بخططك؟ أنا بشارك بالخطط يلي بضمن تحققها يا هندر، مو يلي بتكون بالخيال.